تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ثلاث أنواع من الرجال لا تتزوجيهم أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ينصح خبراء علم النفس والعديد منهم إن المرأة لا تتزوج من رجل هو عكس خيالها، لان ذلك هيكون حماقه كبيره. تخيلي لو تكوني متجوزه من راجل بيعتقد ان لا يحقق لك السعاده، يعني فهو لا يحب ان ينظر اليكي ولا يفكر فيكي الا زوجته بس، مجرد زوجه، وتاخد الحياه شكل روتيني الملل. ومن ضمن هذه العادات، اول حاجه بقى من عيوب الرجل، ثلاث عيوب هما، واول حاجه ضيق الافق، يعني تبدو فكره قضاء حياتك كلها مع راجل غير متفتح الذهن بمثابه كابوس. انت لا تريدي ان تكوني مع شخص ما لبقيه حياتك يمنعك من القيام باي حاجه تعمليها عاديه بمجرد خوفه من حدوث اخطاء او عدم ثقته بك. هذا النوع من السلبيه يمكن ان يفسد حياتك ويجعلك تندمي على الزواج منه، ومن الافضل التخلص من هذا الرجل دفعه واحده بدل ما تندمي على ويجعل حياتك جحيم. تاني حاجة، رجل يكسر الوعود. يعني بعض الأحيان يوعد الرجل زوجاتهم يعني بقيام بعديد من الأشياء اللي بيحبوها، هعمل لك كذا، هفسحك، هعمل، ولكن في واقع الأمر لا يفي بالوعد. ويمكن الفتاة في فترة الخطوبة معرفة ما يدور بعقل الرجل، هل هو بيوفي بالوعود ولا لا، يعني ممكن تختبره. لو لقيته ما بيوشف مش بيوفي بوعده، يبقى بالسلامة يا بابا كده وما نكملش معاه، تمام. تالت نوع، الراجل اللي انت يكوني نمرة اتنين في حياته. ينصح دايما بألا تتزوج المرأة من رجل اللي يجعلك رقم اتنين في حياته، او بالمعنى الاصح ألا تكون هي الهدف الرئيسي في حياته. لازم يعني الراجل تتجوزيه يكون انت كل شيء في حياته، مش رقم اتنين، يعني مثلا شغل الاول او حد تاني الاول، ما يعني مش هقولك اهله، يعني لان المشكل في اهل مش خير في حد. فطبعا يبقى تلات انواع الرجال اللي هما، اول حاجه ديك الافق، يعني راجل مش متفتح خالص، مقفل، يعني رجل النوع الثاني بيكسر الوعود، يعني وعدك بشيء وما يعملش بيه. ورقم اتنين ان انت تكوني رقم اتنين في حياته، رقم تلاتة يعني ان انت تكوني رقم اتنين في حياته، يعني لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.